الكاميرا حبت شخصية إسماعيل، وكان أمام الكاميرا مقدم وكانت ثقته بنفسه عالية. إيه أنا انصدمت صراحة بتغيير مظهر أستاذ إسماعيل، أنا كنت أذكره شيء والآن أصبح أمامي كأنه شخص آخر. أحلى إن شاء الله. أي أكيد أحلى، وسابقا أحلى والآن أحلى، لكن هل تعتقد أنه الشخص اللي يظهر على الإعلام يحرص على نقاط أنه مظهره يكون مقبول بنسبة معينة، بحيث أنه العين أحيانا تحب قبل المضمون؟ في ناس مثلا يجذبها المظهر قبل المضمون، مثلا تشوف طاولة أكل جدا جميلة ورائعة صح، لكن مضمون الأكل عادي صح، أو تجي الشخص جدا شكله مميز صح، بس مضمونه مفقود. فهل قرار تغيير المظهر أو قرار كذا، هل هو قرار شخصي أنه أنا برتاح نفسيا من هالجانب صحتي، ولا جانب أن الكاميرا مطلوب لها كذا يعني؟ والله شوف، يعني يمكن أنا التغير اللي حصل وأنا ماني في الشاشة لاحظت يعني منقطع عن الشاشة، فما للشاشة علاقة، عشان بس نبرر صحتها نعم من المتهمة هذه. يعني شيء شخصي؟ اي شيء شخصي. لا الأمانة أنا كنت تقريبا يعني نزلت 45 كيلو يعني ما شاء الله، فتغير الشكل شوي يعني بس فتغير يعني، وما كان التلفزيون له علاقة لأنه أنا مواقف أصلا، وقفت في فترة إيقاف يعني. أي في فترة إيقاف ما كانت، لا هي صحة الحقيقة، الواحد تعرف الآن إذا دخل 40 لازم ينتبه. ينتبه يعني. الله يبارك فيك.